السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا للأسف وصلنا لآخر فيديو في هذه السلسلة، كان سلسلة ممتعة قضينا فيها وقت ممتع في تعلم Tailwindcss، وتعلم Tailwindcss موضوع شيق جدا. أتمنى أن الدورة كانت مفيدة والمعلومات كانت مفيدة لكم جميعا. طبعا في هذا الفيديو حبيت أتكلم عن موضوع معين، هو إيش الخطوة القادمة في تعلم Tailwindcss أو أي إطار آخر. طبعا ممكن نحن نطور الموقع الحالي اللي اشتغلنا عليه، بحيث ان نضيف بعض الاشياء اللي مثل انيميشن، او ممكن نلعب في الباك جراوند بحيث تكون جريدينتس باك جراوندز، كل هذه الخصائص موجوده. وايضا ممكن نروح الموقع الاصلي وفي سكشنات جديده بامكاننا نضيفها ك يعني تعلم تطوير مهاراتنا في Tailwindcss. ايضا موضوع اخر او كفكره لتطوير المهارات في تعلم Tailwindcss ان احنا ندخل على اي موقع، مثلا فيسبوك، تويتر، واتساب، او اي برنامج او اي موقع في لاندنج بيج ونبدا نشتغل عليه بالتطبيق، راح تكون طبعا المهاره تطور مهارتك في Tailwindcss. ايضا هناك في الموقع في السكشنات في الدوكيومنتيشن موجود معلومات جدا جميله، وطبعا بشكل مع الامثله بامكان الشخص انه يذهب على المواقع. احنا غطينا بعض النقاط مثل الفليكس بوكس، الجريدز سيستم، مثلا السبيسينج، على سبيل المثال التايبوغرافي اللي هو الفونتس، احنا ما دخلنا فيه في مواضيع كثيرة. طبعا في تغيير السي اس اس للخطوط، ممكن تدخل ايضا على هذه الاشياء وتتعلم فيها الباك جراوندز، ممكن تدخل على الباك جراوندز. مثلا على سبيل المثال تكلمنا عن مثلا الكليب، انك تقطع جزء معين من الباك جراوند داخل شيء معين. ايضا ممكن تلعب في الجريدينتس، البوردرز دخلنا بشكل بسيط، الافكتس ايضا، التيبلز ما دخلنا على التيبلز اللي هنا، الجداول كيف يتعمل الجداول، ترانزيشن انيميشن ايضا موجود، ترانسفورميشن، واشياء جديده كثيره يعني موجوده في الدوكيومنتيشن، والموقع جدا جميل. النقطه الثانيه هي متابعه التيلويند الكرييتر للتيلويند سي اس اس، موجودين ايضا هنا، اعتقد هنا اللي هو مثل الجيت هاب ديسكشن، ديسكورد، اليوتيوب، ايضا تويتر، يعني التطبيق، اهم شيء تطبيق الأفكار، وهو طبعا يجي مع الاستخدام، كثرة الاستخدام راح تتعلم طبعا Tailwindcss. هذا ما حبيت أقوله في هذا الفيديو. شكرا على متابعتكم، وأتمنى الدورة كانت مفيدة، ولا ننسى مشاركة الفيديو مع المهتمين، ونلتقي إن شاء الله في كورسات جديدة.